ظهرت موسيقى الجاز منذ القرن التاسع عشر على يد زنوج الولايات المتحدة الذين تحرروا بعد الحرب الأهلية. وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين اجتاح العالم هوس موسيقى الجاز. وفي الألفية الجديدة في مصر ابتدع فريق افتكاسات مزيجا موسيقيا فريدا لم يقدم من قبل. إنه جاز الصوفي، وهو كلمات رقيقة في حب الله من التراث الصوفي ينشد على موسيقى الجاز. تكنيك الجاز مع الانشاد الصوفي، طبعا في ناس كتير يعني برضو كانت يعني مترقبه الميكس ده هيحصل ايه يعني وبتاع، وهو حاجه مش سهله طبعا ان احنا نعمل المزج ده. بس هو في الاخر احنا ما فكرناش فيه بطريقه، احنا يعني فكرنا فيه بطريقه ابسط من كده. احنا ده يعني لعبنا مزيكا، لعبنا حاسين قوي اللي بنلعبه ده وطلعناه بغض النظر عن الباك جراوندز جايه ازاي. الجيل الحالي بعيد كل البعد عن سماع الموسيقى الهادئة والحالمة والكلمات ذات المعاني التي تحمل في طياتها رسائل لها قيمة في حياتنا. المزج بين الإنشاد الصوفي وموسيقى الجاز جذب الشباب إلى طريق الفن الهادف الذي يدعو الجميع للتأمل في معاني الحياة الجميلة. انت في عندك شباب هلا كل اشي بسمعوه عبارة عن موسيقى تجارية ورقص وإيقاعات سريعة، كيف بدك توصل لهم؟ كيف بدك تحكي معهم بمواضيع روحانية؟ بدك تعمل موسيقى فيها فيوجن او فيها مزج موسيقي والأذن تسمعها، وبنفس الوقت يعني زي كأنه احنا بندق الباب بالأذن بعدين ان شاء الله بندخل على القلب. يعني الإحساس بالهدوء والسكينة كان شعور كل من حضر الحفل، فالكلمات في حب الله مع موسيقى الجاز كانت لها تأثيرا عميقا على القلوب والعقول معا. يعني تقريبا الناس كلها انا حسيت ان يمكن هدوء كده هوت في اللحظات اللي كانت بتعمل فيها السولوز، ولما الروبا كانت بتقدم حتى السولو بتاعها مع كلام في حب الله والكلام ده كله، حسيت الناس فعلا في هدوء كده هوت، انصات حاجه ما بقناش النهارده يمكن بنحسها. يمكن بس ده الواحد لما بيغمض تحس انك عايش في عالم تاني، وتحس بكل موسيقى لوحدها وكل آلة لوحدها. واول مره اجرب حاجه كده بصراحه، عجبتني جدا يعني. التجربة هي أساس استمرار الحياة، فكل ما هو جديد كان في أوله غريب. ويسعى الجيل الحالي من الموسيقيين الشباب إلى تحديث الأغنية والموسيقى في مصر. كنا عايزين يعني نوصل للناس احساسنا ايه واحنا بنلعب، بخصوصا ان الكلام كان مؤثر جدا بتاع روبا، فحاولنا ان احنا نعمل ميكس ظريف ان هو يبقى في نفس الوقت في مزيكا وفي نفس الوقت في حاجات روحانيه فايبس كده بتطلع من الباند. الفن ليس مجرد لهو، إنما هو رسالة هامة ومؤثرة في حياة الشعوب، وهو مرآة تعكس مدى تقدم الأمم. فكلما كان الفن راقيا كان المجتمع الذي يقدمه راقيا أخلاقيا واجتماعيا. محمد السباعي، أخبار الآن، مصر.